بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس السادس بعد المئة الثانية. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، يتكلم الشيخ رحمه الله في بيان متى يجوز التقليد ومتى لا يجوز، فيقول: ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازع في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره، قد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه، كقوله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كما قال في القرآن برأيه: فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، يعني قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال حبا منعه من عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء، فيكون فيه شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: إن يسير الرياء شرك. ثم رجع الشيخ إلى أصل الموضوع الذي يتكلم عنه، وهو المقصود بالظلم، فقال: والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر، بل يتناول ما دونه أيضا، وكل بحسبه، كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية، فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة، ولكل عمل قسطه منه، فلو أشرك ولم يقتل ولم يزني كان عذابه دون ذلك، ولو زنى وقتل ولم يشرك كان له من هذا العذاب نصيب، كما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولم يذكر أبدا. وقد قيل إن لفظ التأبيد لم يجئ إلا مع الكفر. وقال الله تعالى: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول،
وسبب نزول الآية كان في ذلك، فإن الظلم المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه، فمن خال مخلوقا في خلاف أمر الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب، كما في قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال تعالى: تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الفضيل بن عياض: حدثنا الليث عن مجاهد: هي المودات التي كانت بينهم لغير الله، فإن المخالة تحاب وتواد، ولهذا قال: المرء على دين خليله، فإن المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب، فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه والمخلوق الذي اتبعوه على محبة الله ورسوله كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك، فلهذا ألزمهم محبوبهم، كما في الحديث يقول الله: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا. قد ثبت في الصحيح يقول: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فمن كان يعبد الشمس إلى الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويمثل للنصارى المسيح ولليهود عزير، فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. وأما عبيد المال الذين كنزوه وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله فأولئك يعذبون عذابا دون عذاب أولئك المشركين، إما في عرصات القيامة وإما في جهنم، ومن أحب شيئا دون الله عذب به. ومعنى كلام الشيخ رحمه الله هنا أن من اشتغل في محاب نفسه عن طاعة الله عذبه الله بهذا الذي اشتغل به عن طاعة الله عقوبة له، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.